السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأبناء طلاب فصل أول ثاني بمدارس الرقي الأهلية. نكمل صفحة 200 من الكتاب ونجيب على هذه الأسئلة شفهيا. السؤال الأول يقول: أين تجمع الأطفال يوم العيد؟ أين تجمع الأطفال يوم العيد؟ ها، عبد الرحمن يقول في الحديقة. أحسنتم. السؤال الثاني: لماذا كانت الشجرة تبكي؟ لماذا كانت الشجرة تبكي؟ من يعرف يا أبطال؟ ها، إبراهيم يجيب: لأن الأطفال، لأن الشجرة رأت الأطفال يلعبون، وبينما هي لا تتحرك، بينما هي إيه؟ لا تتحرك، لا تستطيع الإيه؟ الحركة. أحسنت. ركان، السؤال الثالث: كيف أعادت العصافير السعادة إلى الشجرة؟ كيف جعلت العصافير أن يعني الشجرة تفرح وتكون سعيدة؟ كيف يا أبطال؟ أنها تجمعت العصافير ووقفت تتمايل وتتراقص فوق الشجرة حتى تحركت إيه؟ أغصانها. طيب، أربعة: ما الذي تعبر عنه هذه الحكاية؟ استفدنا منها إيه؟ أو فهمنا منها إيه يا أبطال؟ درس الشجرة الحزينة. كيف تدخل السرور على الشخص الحزين؟ وكيف تفرح من حولك؟ خلاص يا أبطال؟ طيب، اثنين: أفكر، لو كنت أنا الذي شاهدت الشجرة وهي تبكي، ماذا كنت سأفعل لإسعادها؟ كل واحد يفكر بنفسه، يا ترى إيش تسوي حتى تسعد الشجرة الحزينة هذه؟ صفحة بعد كده يا أبطال، أنمي لغتي. أكمل الجملة بالكلمة المناسبة. هنا كلمة يبكون وهنا كلمة يلعبون، أيهما مناسب؟ نقرأ الإيه؟ الجملة أولا: الأطفال فراغ في الحديقة. هنا هذه الكلمة أم هذه؟ أضع هنا في هذا الفراغ يبكون أم يلعبون؟ طبعا يلعبون. هنا كلمة تغرد يعني تغني، كلمة تطير، كلمة تتراقص. الأطفال العصافير فوق أغصان الشجرة. ماذا نكتب هنا؟ نختار كلمة من هذه الثلاثة: العصافير تتراقص فوق أغصان الشجرة. أحسنتم يا أبطال. بعد كده السؤال الرابع: ألاحظ الجمل وأقرأها. العيد السعيد، العصافير تطير فرحة، شكرا لك أيها العصفور اللطيف. صفحة 203 يا أبطال. أحاول. هنا يقول: وقف، انتبه للكلمة الأولى، وقف العصفور فوق الغصن. هنا نقط: الحمامة فوق الغصن. لما كان العصفور مذكر جاء معه بكلمة إيه؟ وقف، لكن الحمامة هذه مؤنث أنثى. ها، أقول وقفت. حلو. طيب، ضحكت الشجرة. لو فواز أقول إيه؟ ضحكت فواز؟ ما يصح أقول ها، أقول ضحك فواز. يبقى هذا الفعل مؤنث، لكن هذا الفعل إيه؟ لكن هذا الفعل هنا يكون مذكر. نادى العصفور أصدقاءه. ها، نقاط نورة صديقاتها. ماذا أكتب هنا يا أبطال؟ هنا نادى، يبقى نورة أقول عليها إيش؟ نادت. طيب، لو المذكر كتب، يبقى المؤنث إيه؟ كتبت. لو المذكر ذاكرة، يبقى المؤنث ذاكرت. حفظت. أكلت، وهكذا. خلاص يا أبطال. هنا يقول: أعبر، أرتب الكلمات الآتية لأكون جملا مفيدة. العصافير فرحة تطير، يعني أي كلمة نبدأ بها؟ ها، تطير. أحسنت، العصافير فرحة، ونكتبها هنا مرتبة. الجملة الثانية يقول:
العصفور أصدقاءه نادى، أي كلمة نبدأ بها يا أبطال؟ أحسنتم، نادى العصفور أصدقاءه. الجملة الأخيرة، العصفور اللطيف لك أيها، شكرا، هذه أتركها لكم يا أبطال، مع عبارة الخط نكتبها بخط جميل، شكرا لك أيها العصفور اللطيف. لو دققت ممكن تلاقي هذه فيها الإجابة على السؤال السابق، لكن أكتب بأفضل خط عندي وأجمل خط على الخط الذي هو باللون الأحمر. ونقف عند صفحة 205، نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم، نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.